صحي مساعد مدير مشروع منظومة بطاقة الأسرة. إحدى الخدمات اللي بتقدمها الحكومة المصرية بطاقة الأسرة. بطاقة الأسرة دي هي بطاقة خاصة بالتموين لكل أسرة مصرية، كل أسرة لها بطاقة تموين مختلفة. تطلب لإعداد البطاقة دي يتطلب إجراءات فنية خاصة بالبيانات الخاصة بالأسرة المصرية. إحنا عندنا المنظومة قائمة على عدة أهداف، أهم الأهداف اللي هي بتبناها المنظومة أو الوزارة عندنا إن إحنا يكون عندنا منظومة مدعومة ببعض البيانات الخاصة بالأسرة المصرية، كامل بيانات الأسرة المصرية. عندنا لازم يكون مختلف الخدمات اللي بتقدمها الدعم اللي هي زي منظومة التموين، الخدمات التموينية اللي هي بياخدوها الأسرة، أو منظومة الخبز اللي هي برضو خاصة بالحصول على الخبز. وعندنا حاجة برضو إن شاء الله تكون متاحة قريب اللي هي اسطوانات البوتاجاز يعني وكده. برضو ضرورة توفير بيانات دقيقة ومحدثة باستمرار. نظام البطاقة والمنظومة عندنا يتمتع ببعض المميزات، إن هي إن إحنا البطاقة دي إحنا نفذناها مع القطاع الخاص. الهدف من القطاع الخاص وتعدد الشركات، احنا متعاقدين مع 3 شركات، شركة سمارت وشركة افيد وشركة فيرست، استمرارية وعدم التوقف المشروع يعني وكده. البطاقات دي معمولة بتكنولوجيا حديثة ان هي تقدر نضيف ابلكيشنات تانية، يعني احنا دلوقتي شغالين بعض مقررات التموين بتتصرف من خلال البطاقة، وبرضو بيتصرف الخبز برضو من خلال البطاقة، وقريب هيكون صواني البوتاجاز هتكون متاحة برضو من خلال البطاقة يعني وكده. المنظومة تتكون من عدة عناصر رئيسية. احنا عندنا قاعدة بيانات مركزية خاصة بالأسرة المصرية، كل أسرة مربوطة قاعدة البيانات الخاصة بيها، عدد أفراد الأسرة، أرقام القومية بتاعتهم. عندنا آليات للصرف من خلال البطاقة الذكية، في مراجعة دورية للبطايق دايما في حالة الفصل الاجتماعي أو في حالة إضافة وفصل، إن هو بنبدأ نراجع البيانات ونبدأ التعديس ليها. في تطبيقات جديدة بتنزل على طول على الابلكيشن بتاعها، وعندنا بنية فنية تتمثل في الهيكل البنائي للنظام والبنية المكتملة. عندنا عدد المستفيدين من بطاقة الأسرة تقريبا 19.5 مليون أسرة، بعدد 61.5 مليون مستفيد مواطن يعني وكده. احنا عندنا قدرنا نوصل لعدد تحديث من البيانات تقريبا نقدر نقول اكتر من 95%، وان شاء الله نستكمل الفترة الجاية دي. نأمل ان شاء الله. طبعا بشرح الموضوع وفكرة البداية، فكرة بداية تطبيق بطاقة الأسرة هي بدأت من امتى لحد دلوقتي. يعني احنا دلوقتي اقدر اقول لك ان احنا بداية فكرة بطاقة الأسرة بدأ سنة 2006 بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري التنمية الإدارية وبين وزارة التموين بخصوص تنفيذ بعض هذا المشروع في محافظة السويس. ده كان 2006. في سنة 2007 تم تحويل البطاقات الورقية إلى بطاقات مميكنة. بدأنا ننشر سنة 2007 الابليكيشن بتاعنا في أغلب المحافظات، والنهاردة نقدر نقول إن احنا في سنة 2012 تم التعاقد على أغلب المحافظات وتم تشغيلها بالفعل. تم فتح صرف مقررات التموين، إن أنا أقدر النهاردة أصرف التموين بتاعي من أي محافظة سنة 2014، وبرضو بطاقة النقاط الخبز والعيش يعني وكده أقدر أصرفه من أي وقت دلوقتي في أي مكان يعني وكده. ده فكرة المشروع يعني. الموقف التنفيذي النهاردة احنا وصلنا لإيه؟ احنا عندنا 3 شركات مسؤولة عن صرف السلع التموينية. شركة سمارت 16 محافظة، شركة افيت 4 محافظات، شركة فيرست 9 محافظات. ده بالنسبة للسلع التموينية. بالنسبة للخبز المدعم عندنا 2 شركتين متعاقدين معاهم، شركة سمارت 25 محافظة وشركة افيت محافظتين. ده الوضع الفعلي للموقف التنفيذي المشروع.